فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لثلاث أشخاص من داخل حزب الوفد. الفيديو ده تقريبا كانوا بيتكلموا فيه عن قطعة آثار عايزين يبيعوها، فاللي قاعد بيقول له اصل صورها من الجنب وصورها من قدام وصورها من ورا واكتب عليها مش عارف ايه وابعتها مش عارف ايه، وبيتكلموا ازاي ان هم يبيعوا حتة الآثار دي. طبعا الفيديو قلب الدنيا، ازاي فيديو ده يتصور من داخل حزب الوفد؟ ايه اللي بيحصل يا ترى؟ ايه اللي بيحصل؟ موضوع يجنن. ثلاث اعضاء من حزب الوفد قاعدين جوه حزب الوفد بيتكلموا عن صفقة لتجارة الآثار. موضوع كبير جدا، عايزين نعرف عنه ونفهم تفاصيل أكتر عن الفيديو اللي منتشر ده واللي الناس دلوقتي كلها بتتكلم عليه. معايا للتعليق زياد الخياط، سكرتير عام الهيئة الوفدية. أهلا وسهلا يا فندم. أمس أخير فندم. طيب، فيديو مثير للجدل جدا، يعني حاجة مش طبيعية حاصلة. ايه التفاصيل اللي عند حضرتك؟ ايه الرواية الصحيحة اللي عند حضرتك؟ احنا امبارح صحينا كلنا الصبح صباحا على الفيديو المتسرب ده، للاسف حاجه لا تليق بحزب الوفد ولا تليق بحزبنا ولا تليق بتاريخ حزب الوفد الممتد على مدار 100 عام. اثنين من مساعدي رئيس الحزب اللي هو سابق سفير نور والاستاذ عبد الوهاب محفوظ جالسين في غرفه الهيئه العليا، وزي ما حضرتك شفتي بتفاوضوا على عمليه بيع اثار مش معلوم اي تفاصيل عنها. غرفه الهيئه العليا دي يا فندم يعني عشان نوضح للساده المشاهدين، دي ممنوع دخولها الا الاعضاء الهيئه العليا فقط، هم اللي من حقهم دخولها. غرفه الهيئه العليا. غرفه الهيئه العليا ايوه، غير مصرح لاي وفد على مستوى الجمهوريه بيدخلها الا اعضاء الهيئه العليا فقط. والساده اللي موجودين في الغرفه ما كانوش مش اعضاء هيئه عليا، الاستاذ سفير نور اللي موجود في الفيديو ده عضو هيئه عليا ساقط، كان نزل امال الانتخابات دخل ازاي؟ وفقا لتصريح اليوم للسكرتير عام الحزب دكتور ياسر الروديبي، اكد ان دكتور عبد السند اعطى اوامر باستثناء اللي هو سفير نور فقط لدخول القاعه. والدكتور عبد السند يمام مد استثناء للي هو سفير نور السائق في انتخابات الهيئه العليا بحضور اجتماع الهيئه العليا على عكس رغبه الهيئه الوفديه اللي انتخبت الهيئه العليا وعلى عكس رغبه اعضاء الهيئه العليا. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي بتلوم يعني رئيس حزب الوفد مباشرة؟ طبعا يا فندم بتلوم الدكتور عبد هو السند اللي يمامة؟ مختارهم بتلوم التعديل وهو اللي بيجبرهم حضور الاجتماعات، اللي هو سفير نور مش من حقه دخول اوضه الهيئه العليا. قلت الهيئه العليا يا فندم دي اوضه مقدسه عندنا في حزب الوفد. قلت الهيئه العليا اللي تم منها كان بتقود جبهه الانقاذ لانقاذ مصر في 2013. قلت الهيئه العليا اللي كان بيقعد فيها فؤاد باشا سراج الدين لان اتخذ قرارات مصيريه في تاريخ البلد. اوضه مقدسه عندنا اللي اتخذ قرارات تخص البلد يسمح لهذه الاشخاص بدخولها؟ هو الدكتور عبد السند يتحمل مسؤوليه السماح للناس زي دي تدخل في اوضه القاعه العليا، وهو اللي يتحمل مسؤوليه ان هو يختار ناس زي دي تبقى مساعد رئيس الحزب. الوفد كبير يا فندم، 100 سنه كفاح وتاريخ وخرج لا، هو الوفد تاريخ طبعا، تاريخ طويل جدا، بس هل حضرتك شايف ان اداء حزب الوفد، اداء حزب الوفد زي اداء حزب الوفد زمان؟ يعني اكيد لا طبعا يا فندم. الوفد في الفتره الاخيره انا بقول لحضرتك وانا سكرتير هيئه وفديه منتخب باعلى الاصوات، الوفد في الفترة الأخيرة منذ تولي دكتور عبد السند يمامة في تراجع شديد، فشل في الخطاب السياسي، فشل في أي فعاليات، غلق المقرات. الوفد وآخرها الكارثة اللي حصلت النهارده. هل طب بقى حزب الوفد حضرتك يعني هل الدكتور عبد السند يمامة هيتم، يعني هيتم ان اسمه يدخل في حاجة زي كده، ولا يعني هو برضو يعني والله يا فندم مفيش مسؤولية عليه يعني، ولا حضرتك والله شايف في ايه؟ مسؤولية سياسية يا فندم. الناس دي مش من حقها تدخل القاعة، وهو اللي سامح لهم، هو اللي وصل لتصريحات سكرتير عام الحزب النهارده. طب ايه الإجراء اللي اتخذتوه في الحزب بعد انتشار الفيديو ده؟ في بكرة لجنة نظام، لجنة النظام دي تبقى هي منوطة بالتحقيق في أي واقعة مشينا في الحزب، هتنعقد بكرة غدا الساعة 4 عصرا برئاسة الدكتور ياسر الرضيبي للتحقيق في الواقعة واتخاذ قرار غدا
في الواقعه دي، ومش هيبقى بعد بكره، بكره هيبقى في قرارات في الواقعه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال برضو، هل الكلام كان واضح في الفيديو؟ هاتوا الفيديو جنبنا يا جماعه. الكلام واضح، الكلام واضح صح وصريح يعني، يعني ما فيش اي ملابسات فيه ولا ينفع يطلعوا بعد كده، لا اصل احنا كنا بنتكلم على حاجه تانية، يعني كلام واضح. والله يا فندم احنا كمسؤولين في حزب الوفد طالبنا بفصل الناس دي وتحويلهم للنيابه من اول ما انتشر الفيديو امبارح مع اول دقيقه. وبعدين دكتور عبد السند يمامه قال اللائحه بتقول لابد من تحويلهم للتحقيق، على الرغم من ان دكتور عبد السند يمامه قام بفصل امين صندوق الحزب دكتور ياسر حسان بدون تحقيق، وقام بفصل دكتور خالد انديل نائب رئيس الحزب بدون تحقيق عضو مجلس شيوخ. لكن دول في الاثنين دول في الواقعه المشينه دي طالب بتحقيق. تعتقد ليه؟ 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 دي بقى دكتور عبد السند يا ماما انا ما عنديش اجابه، انا الاجابه اللي عندي ان انا هتقدم ببلاغات للنائب العام في الواقعه دي، لان اثار مصر مش للبيع والشراء ولا في الوفد ولا بره الوفد، ومصر اكبر من الوفد واكبر من اي حد. وانا بكلم حضرتك وانا شاب من شباب الوفد وبقالي 12 سنه في الوفد، بس مصر عندي فوق كل شيء. يعني ان كارثه زي دي وفيديو لا بالشكل ده. تمر مرور طب الكرام. انا عايز اسال حضرتك سؤال تاني، تعتقد مين اللي مصورهم؟ يعني هما بيتكلموا بثقه كبيره جدا وانه ما حدش شايفنا وما حدش سمعنا، مين صورهم؟ اللي صورهم الشخص الثالث اللي معاهم اكيد، وانا ما يعني ما نعرفوش مين الشخص ده. المفروض بقى لو في عملوا تحقيق فعلا، هي غرفه القاعه. طب هل تعتقد ان الشخص ده شخص شريف يعني وصورهم، ولا هل تعتقد ان هم اختلفوا بعد كده على التقسيمه وما اي نوع من انواع وبعد كده يعني قرر ان هو يعمل كده فيهم؟ فندم دي واقعه مشينه وكل المشاركين فيها يستحقوا العقاب طبعا. وانا بس يعني عايز من خلال منبر حضرتك المحترم اللي ما شاء الله مشاهد جدا، ربنا يخليك، عايز اوجه رساله ان الناس ما تظلمش حزب الوفد. الوفد اكبر من كده بكتير. الوفد ميت، الوفد اسس للدفاع عن حقوق المصريين. حزب الوفد طول عمره بيتكلم باسم المصريين من تاريخ، ولكن مش هننكر ان حزب الوفد بقاله فتره كبيره مش موجود على الساحه السياسيه، ملوش صوت على الساحه في الساحه السياسيه، ما بيعبرش عن الناس. وعلى فكره هي المشكله دي للاسف الشديد مش في حزب الوفد بس، في ازمه في الحياه السياسيه عموما يا فندم. بالظبط، الحياه السياسيه محتاجه، وانا اعتقد لو الاشخاص اللي في الحياه السياسيه في الاحزاب بالشكل ده، دي مشكله كبيره بالشكل اللي احنا شايفينه. بالظبط، يعني لو هم دول النخبه اللي احنا بنسميهم النخبه، فاحنا في كارثه. طبعا احنا في كارثه يا فندم. ايوه، الوفد كان دايما تروح احزاب وتيجي احزاب ويظل الوفد باقي. هو الحزب الوفد الحزب الوحيد اللي فضل بعد ثوره 25 يناير يا فندم. ايوه، والوفد اللي كمل بعديها في 30/6 وكان له دوره في جبهه الانقاذ وما بعد جبهه الانقاذ. طيب، الوفد طول عمره في كتف البلد وفي ظهر البلد. فمن خلال كلامي مع حضرتك انا عندي رساله، يعني شباب الوفد محمل. عارف حضرتك انه احنا كان هيخش معانا مداخله دلوقتي شخص من الاشخاص اللي موجودين في الفيديو، وبعد بعد مداخلتي مع حضرتك وبعد ما سمع الكلام ما رضيش يدخل. طبعا يا فندم مش هيدخل يقول ايه يا فندم، هو عارف. انا ما اعرفش مين اللي كان موجود، يعني سواء عبد الوهاب ولا اللي هو السفير، عارف اللي انا هقول له مش هيقدر يقول اي حاجه تانية. يا فندم رسالتي باسم شباب الوفد للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي حامي تاريخ مصر. الوفد اكبر من انه حزب سياسي. الوفد حزب من تاريخ مصر، من اقدم 10 احزاب على مستوى العالم. انقذوا الوفد، انقذوا الوفد. حرام جزء من تاريخ مصر بيدمر قدام عينينا. حضرتك هتتقدم لبلاغ للنائب العام امتى يا فندم؟ اه يا فندم انا ومجموعه من الوافدين هنتقدم بلاغ للنائب العام. امتى؟ بالتحقيق في الواقعه. امتى؟ غدا ان شاء الله. هنتابع مع حضرتك التفاصيل، هنتابع مع حضرتك التفاصيل. بشكرك جدا زياد الخياط سكرتير عام الهيئه الوفديه. كارثه، كارثه. يعني شوف، بص انا كنت بتكلم في الاول بتحفظ لحد ما اسمع الاراء، ولكنها كارثه ان هو قال بنفسه ان الغرفه دي غرفه مقدسه جدا عندهم ومش اي حد يدخلها. هم ازاي دخلوا
والفيديو اعتقد الكلام فيه واضح جدا، يعني هيكون صعب عليهم ان هم يثبتوا اي حاجه عكس الكلام اللي احنا سمعناه في الفيديو. فاعتقد الموضوع ده هيكبر، يعني يا اما حد صورهم، حد عنده ضمير، يا اما حد اختلفوا على الاسم بعد كده، ممكن وارد ما شافوهمش وهم بكده وشافوهم وهم بيقسموا بقى. ف انا مش لسه كنت بقول في الخبر بتاع احمد رفعت بتقع واحد ورا التاني، عمالين بتقع واحد ورا التاني، ومش بتكلم على حد بعينه على فكرة ولا اقصد حد، واي حد اسمه اتقال مع زياد الخياط سكرتير عام الهيئة الوفدية وليه حق الرد، وليك حق ان حضرتك تطلع ترد في نفس المنصة بنفس ونديك ندي حضرتك نفس الوقت، فحق الرد مكفول. ولكن انا بتكلم على الموضوع بشكل عام، على قضايا الفساد اللي موجودة، التركة اللي احنا وارثينها من زمان ومش عارفين نخلص منها، ودي حقيقة في تركة فساد احنا وارثينها ومش عارفين نخلص منها، وصعب صعب كتير وساندين بعض كتير، الموضوع صعب ان احنا نتخلص من تركة الفساد اللي موجودة، لكن بتقعوا واحد ورا التاني، والله والله بتقعوا واحد ورا التاني. طيب هنكمل مع حضراتكم، ده ملف هنتابعه مع حضراتكم اكيد بالتاكيد. حزب الوفد حزب قديم وعريق، ولكن للاسف الشديد حزب الوفد دلوقتي مريض، ومش هو لوحده اللي مريض، في احزاب سياسيه تانيه مريضه، بان هم ما بيعبروش عن الناس، لو هم بيعبروا حقيقي عن الناس هتلاقي الناس بتنضم لهم وبيكونوا حزب قوي وذو شان في المجتمع، لكن هم ما فيش شان ليهم لان هم ما بيعبروش عن الناس بشكل بسيط جدا يعني. ولكن اللي بيحصل ده كويس، وكويس ان هم بيتفضحوا، وكويس ان احنا عارفين ان احنا هنطلع نتكلم ونقول اساميهم بمنتهى الاريحيه، وانا شايفه ان دي خطوه في حد ذاتها كبيره جدا، انا ممتنه ليها.